السلام عليكم اخوتي اخواتي وعزيزي تبارك الله عليكم. انا مواطن مغربي جرسيفي من سكان مدينه جرسيف. بحالي بحال جميع الجراسيفه عندنا مشكل في الصحه في مدينه جرسيف، كنعانيو بزاف والتزمنا الصمت والتزمنا اننا ما كنبغيوش ناجلوا الامور، واغلبيه الناس كيهربوا بزاف ديال 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 المصحات اللي عندهم فلوس وكذا. المهم انا المشكل ديالي صريح وصحيح وواضح. انا جيت اخوتي نهار 17/8/2020 على اساس باش ناخذ موعد مع الطبيب ديال الاختصاصي ديال العينين للدريه بنتي. فاذا به كناخذوا يوم 25 شهر 2 2021، ها هو 25 شهر 2 2021، ياك اسمح لي. من 17/8/2020 حتى 25/2/2021 مده تقريبا ديال 6 شهور. صافي قلنا معليش غادي نصبروا ما عليناش. فاذا بك كي جميع الاباء ملي كتشوف بنتك مريضه عينها كتهرب، غدا بعد غدا يبقى يقولوا لها الحوله، يبقى يقولوا لها كتعاني، انت كتبقى كتمرض من الداخل، ما عليناش صبرنا. فاذا به البارح اليوم 24 شهر 2 كنتوصل بمكالمه من المستشفى الاقليمي بجرسيف على اساس بروح السي جعفر نهار الجمعه باش نعاودوا لك رونديفو، نجدوا لك الموعد. فاذا علاش؟ حيت الطبيب ديال العينين ما كانش مزيان. انا فاذا به جيت للمستشفى كنستفسر على حالي، لقيت ان الطبيب ديال العينين كاين، ولقيت لا ليست فيها 31 مواطن غيدوز عنده. اذا تم اقصاء بعض الناس لاسباب مازال ما كنعرفوهاش، مجهوله، لاسباب مازال ما كنعرفوهاش. والسؤال المطروح هو علاش تم اقصاء كثير من الناس، من الناس اللي شادين لي رونديفو؟ هذا سؤال اول. السؤال الثاني بغينا نسولوا الاداره ديال المستشفى، اذا كان هذا سوء التدبير وسوء التسيير وهذا الاعتباط وهذا الارتجاليه في على صحة المواطنين، وكنلقاو أن الخطابات ديال صاحب جلالك جميعا تنادي بالمواطن وأنهم خصهم ياخذوا بيده ويعاونوه ويوقفوا معاه ويعطيوه، والدستور ديالنا ديال 2011 صريح في الخطاب ديالو في النص ديالو في باب الحقوق والحريات، السي محمد كيقول لك أن لكل مواطن الصحة، عنده حق في الصحة والتعليم وكذا وكذا. هذا الشيء حنا كنأمنوا به وعارفينه والتزمنا به، ولكن باش يجي واحد ويوسخ السمعة ديال الإدارة ديال المستشفى هذا لا يمكن. حنا بغينا نسولو شكون اللي كيعطي الحق في هذا المستشفى ديال جرسيف، وشكون اللي كيتسيروا اداريا، وشكون اللي كيقصي المواطنين في حين انه واحد اخرين كيقدروا يقضيو الغرض ديالهم غير بالتليفون ما يحضرش هو كاع. الا كنا حنا المواطنين من الدرجه الف مواطنين من الدرجه جوج، فاذا هنا خصنا نعاودوا العبار بلغه العصر، ياك. وعندي واحد التعقيب اخر بالنسبه للجراسيفه، الناس سكان جرسيف باش معروفين، معروفين بالشهامة والرجولة والمواقف الصعبة، وأنا الآن غادي ندير اعتصام في السبيطار حتى يعطيوني حل. ما بغيتش بنتي تدوز بالزبونية ويتصل بيا القايد ولا شي مسؤول، لا، أنا بغيت حقي قانونيا بحالي بحالي أيها الناس. هذا هو التعقيب ديالي وهذه هي المداخلة ديالي، وكنعتذر إلا قلت شي كلمة خارجة على الإطار، لأن الكبيدة والقلي الكبيدة راه كيحسوا بها غير الوالدين. تانا هذه نقطة، ونقطة أخرى بالنسبة للناس ديال جرسيف، عيب وعار أنني يكون عندنا مستشفى بحال هكا، يعني أنا كنشد السياسيين والمسؤولين في جرسيف بجميع الألوان ديالهم السياسية أنهم ما يستغلوش الضعف ونستغلوش الناس جرسيف بقى يضحكوا عليهم مشاريع وهميه، يجيبوا لنا مستشفى اللي يليق بالمدينه. ملي كنهضروا على مدينه جرسيف كنهضروا على بلد المناضلين، كنهضروا على بلد الشهيد علال بن عبد الله. والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.